لك امشي بطريقك احسن اكسر هالجرة على راسك. سامعين شو بيقول؟ انا مهاوش اطلع من وادي الجرف. انا وانت يا مصطفى مسؤوليتنا كبيره بهالدنيا ولازم نكون بمستواها. كيف حالك يا ابو الصعب؟ كيف حالك انت؟ انا كيف حالي؟ اخصي انا، شو انا؟ انت يا عم الشيخ، انت لازم تكون مختار، شو المختار اللي عندنا؟ انت لازم تكون قايد، اقول لك الله يطول عمرك. بس انا مش واحد يا ابو مهوش، انا قانون، واذا رحت القانون بيظل وبيجي غيري بنفذه. قال امتى لك في القصر؟ قال له امبارح العصر. انت اولادك ايش بدكم؟ بدكم تحكموا وترسموا على كيفكم؟ انا ما ظل عندي عقل، انا خبرتك وانذرتك والباقي عليك يا مختار، فهمت؟ حضرة المباشي بدي منك الله يطول عمرك لا تفشلني ولا تفشل عطوط، حاب يجي معانا. لا يا حضرة المباشي انا مش حابب اروح، حاب اضل هان. بس انا حابب لك اياها. انا كنت عارفة بس مش متأكدة وخفت اقول لك يطلع كلامي مش صحيح. تعبت تعبت بدك تموتني يعني؟ بدي موت اذا ما قمت وكسرت الحجر وطلت الدعب من تحت. طيب هم بلا تسكت.